كما قال أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن الدولة الآن لديها أهداف جديدة تتمثل في دخول القطاع الخاص كعنصر هام في القاطرة الاقتصادية المصرية من خلال تنمية استثمارات القطاع الخاص، ومن هنا تم طرح وثيقة ملكية الدولة. الوضع ان في 2011 زادت استثمارات الحكوميه بشكل كبير جدا في البنيه التحتيه والتعليم والصحه نتيجه الاحداث، وساهمت الدوله المصريه في بناء الثقه ووضع الاسس للاستثمار بشكل كبير جدا. انتهت اهداف هذه المرحله ولدينا النهارده اهداف جديده في دخول القطاع الخاص كوسيله اساسيه وكعنصر اهم في القاطره الاقتصاديه المصريه وجذب القاطره المصريه الاقتصاديه من خلال تنميه استثمارات القطاع الخاص. من هنا تم طرح وثيقه ملكيه الدوله واعتمادها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2022 لتكون هي الوثيقه الخاصه برؤيه الدوله الاقتصاديه خلال الثلاث سنوات القادمه فيما يتعلق بزياده نسبه القطاع الخاص واستثماراته لتصل الى 65% من الاستثمارات العامه.